عبد اللطيف وعبد الله هما اخر فريق وصل للمؤشر، وبان باللي واخدين الوقت ديالهم. مادام عبد الله استغل الفرصه باش يخيط سروالو. عطيني شي طريقه بحال هادي انت ولا الدار. جات الفرصه المناسبه لاننا غنخيطوا فيها السروال، ومنها نديو كادو للعائله اللي هو عباره عن الصيد ديال هذيك المنطقه، ويبقى عندنا كذكرى عندنا في الدار، ويبقى ديما نشوفها ونتفكروا البرنامج الانيغما التحدي والمراحل اللي دزنا فيها.